أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نلتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة هيكون في ضيفتنا مستر أحمد مصطفى، واللي هيشرح لنا أولى دروس الجغرافيا قارات العالم. مساء الخير يا مستر. مساء النور يا فندم. تشرفنا وتشرفنا كالعاده، ولو عندك اي كلمه سريعه كده للطلاب بتوعك قبل ما تبدا الحلقه، او اي فنيات بخصوص الاسئله بتاعه الامتحان او اي تغيرات، اتفضل معاك. تمام. احنا طالب الثالثه اعدادي، منهجنا يعتبر اسهل منهج عندنا السنه دي ان شاء الله، منهج الدراسات الاجتماعيه. احنا عندنا بالظبط يا مستر في الجغرافيا حوالي 6 دروس بالظبط جغرافيا، والتاريخ عندنا 8 دروس تاريخ. الجغرافيا عندي عباره عن فرعين. فرع اول فرع عندنا جغرافيا الطبيعيه، ثاني فرع عندنا جغرافيا البشريه. جميل. وبعد كده هنبدا التاريخ معانا من اول الدوله العثمانيه لحد ما بينتهي اخر سطر عندي في المنهج بقيام ثوره 23 يوليو 1952. تمام. يعني باختصار هندرس تاريخ مصر كله من اول الدوله العثمانيه لحد قيام ثوره 23 يوليو. جميل. ده بالنسبه للتاريخ. ده بالنسبه للتاريخ. بالنسبه للجغرافيا احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك عندنا 6 دروس. اول 3 دروس بنتكلم على الجغرافيا الطبيعيه، يعني هندرس فيها قارات العالم، هنعرف فيها الجبال، الهضاب، التضاريس، كل حاجه عنها. تمام. بعد كده الجغرافيا البشريه هنتكلم على انواع السودريات البشريه، وده في الوحده الثانيه ان شاء الله. تمام. جميل. ماشي. اتفضل يا حبيبي. ماشي. اتفضل. الدرس الاول اسمه قارات العالم، الموقع والمساحه. في الدرس بتاعنا النهارده هنعرف مع بعض ايه قارات العالم، اللي احنا طبعا خدنا فكره عنها قبل كده في اولى اعدادي. فهنعرف مع بعض النهارده موقع كل قاره من القارات اللي موجوده معانا. تاني حاجه مستر احمد هنعرف مساحه كل قاره من القارات اللي عندنا. جميل. اول حاجه عندنا الكره الارضيه. الكرة الأرضية مساحتها 510 مليون كيلو متر مربع. الكرة الأرضية مستر مساحتها 510 مليون كيلو متر مربع. جميل. الكرة الأرضية دي عبارة عن حاجتين. تمام. واحد اليابس، اتنين الماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلى الأرض عبارة عن حاجتين، يابس وماء. اليابس نسبته 29.3% من مساحة الكرة الأرضية. أما الماء فنسبته 70.7% من مساحة الكرة الأرضية. يبقى أنا عندي اليابس 29.3 والماء 70.7. جميل. علشان كده كان بيجي لنا سؤال زمان الطلبة هيفتكروه، اللي هو كان بيجي لنا في أولى إعدادي في الدرس الثالث، كان بيتكلم على مساحة المايخ، أو في الدرس الثاني سوري كان بيقول لنا بما تفسر تسمية كوكب الأرض بالكوكب المائي. اللي بنسمي الأرض بالكوكب المائي. الإجابة لأن الماء يشغل 70.7% من مساحة الكرة الأرضية. تمام. تاني، الماء بيشغل 70.7% من مساحة الكرة الأرضية. يعني معظم مساحة الأرض يا مستر معظمها بتكون ماء. ماء. تمام. طب اليابس ده عبارة عن إيه؟ اليابس ده عبارة عندي عن حاجتين، واحد القارات، اتنين الجزر. طيب الماء عبارة عن إيه؟ الماء عبارة عن واحد المحيطات، اتنين البحار والبحيرات والخليان الى اخره. النهارده هنتكلم على المحيطات وهنتكلم على القارات. هبدا الاول بالمحيطات الموجوده عندي في العالم. احنا مستر احمد عندنا 5 محيطات في العالم. جميل. اول محيط واكبر محيط معايا هو المحيط الهادي، وطبعا هنعرفه في الخريطه دلوقتي. تمام. تاني محيط عندي هو المحيط الاطلنطي. تالت محيط المحيط الهندي. رابع محيط المتجمد الجنوبي. اخر محيط معايا القطبي الشمالي. ده كده من حيث المساحه. من حيث المساحه ومن حيث الترتيب وكل حاجه. تمام. تمام. تعالوا نشوفها مع بعض بقى على الخريطه. اكبر محيط عندي في العالم هو المحيط الهادي. طبعا احنا اتفقنا ان الارض مستر مش مسطحه، الارض عباره عن ايه؟ كره ارضيه، او الارض شكلها كروي. جميل. فبالتالي المفروض يعني لما بنيجي ندرس الخريطه، الخريطه بايه؟ بتلف زي ما حضرتك اكيد عارف. فأكبر محيط في العالم عندي خالص موجود هنا وموجود هنا، وهو المحيط الهادي.
المحيط الهادي مساحته 166 مليون كيلو متر مربع، ده أكبر محيط موجود في العالم كله. تاني محيط عندي اللي هو المحيط ده كله الشكل ده يا فندم، المحيط ده اسمه المحيط الأطلنطي، وده مساحته 86.5 مليون كيلو متر مربع. بعد كده المحيط ده عامل زي حرف الام ده كده يا مستر، ده اسمه المحيط الهندي. اما المحيط الجنوبي اللي هو اسمه المحيط المتجمد الجنوبي. اخر محيط واصغر محيط معايا هو المحيط القطبي الشمالي. طب تعال نقول مساحه ده ايه، المحيط الهندي ده 73 مليون كيلو متر مربع، 73.5. والمحيط المتجمد الجنوبي ده مساحته 19.5 مليون كيلو متر مربع. اما المحيط القطبي الشمالي فده مساحته يا فندم 14 مليون كيلو متر مربع. جميل. طبعا اكيد كل الطلبه دلوقتي بتفكر، طب هو انا هحفظ المحيطات دي كلها بالمساحه بتاعتها؟ لا. احنا مش مقرر علينا المساحه، يعني اول صفحه فندم في كتاب ثالثه اعدادي الصفحه اللي على الشمال مكتوب فيها المقدمه، اخر سطرين في المقدمه بيقولوا النسب والسنوات والتواريخ للاستدلال فقط، وليست هدفا للورقه الامتحانيه. بمعنى مش هيجي في الامتحان يقول للطالب مساحه المحيط الهادي قد ايه ولا مساحه المحيط الاطلنطي قد ايه، لكن هيجي يساله مين اكبر محيط ومين اصغر محيط، او سؤال بقى بيجي للطلبه يعني المتفوقين ان احنا نرتب المحيطات ترتيب تصاعدي من الصغار للكبير او تنازلي من الكبير للصغير على حسب اكبر محيط. عاده اتعودنا ان معظم الاسئله اللي بتيجي في الجزء ده مثلا اكبر المحيطات في العالم هو المحيط الايه؟ هل هو المحيط الهادي. بعد كده اصغر المحيطات هو المحيط القطبي الشمالي. طبعا هقولها يعني اختصر المحيطات كلها في اقل من دقيقه واحده. المحيطات ترتيبهم كده: هادي، اطلنطي، هندي، جنوبي، شمالي. هادي، اطلنطي، هندي، جنوبي، شمالي. مع التكرار الطالب وانت قاعد في البيت كده وانت بتسمع الفيديو اقراها اسمعها مره واثنين وثلاثه. في حروف؟ لا حروف هتبقى صعبه شويه. ما تجيش معانا ككلمه؟ لا بس هي سهله يعني حضرتك لو ذاكرها هادي اطلنطي هندي جنوبي شمالي هتبقى سهله. هادي اطلنطي هندي جنوبي شمالي. تمام. هادي اطلنطي هندي جنوبي شمالي. شمال. جميل. ده ترتيب المحيطات من حيث الايه؟ من حيث المساحه. كده احنا اتكلمنا على الجزء الخاص بالمحيطات وقلنا المساحه، وبرده لاخر مره الطالب مش هيحفظ كل النسب ولا الارقام الموجوده دي كلها. تمام. بعد كده هنبدا نتكلم على القارات. القارات عندي يا فندم احنا كده اتكلمنا على الجزء كله بتاع الايه؟ بتاع المحيطات. هنتكلم بعد كده على اليابس اللي هو نسبته 29.3%. القارات العلماء قالوا ان احنا عندنا قارات اسمها قارات العالم القديم، وقارات ثانيه يا فندم اسمها قارات العالم الجديد. تمام. قارات العالم القديم دي 3 قارات، اما قارات العالم الجديد 4 قارات. طيب تعال نرجع بالذاكره كده لورا. زمان كنا بناخد قارات العالم القديم. يعني ايه قارات العالم القديم؟ قارات العالم القديم هي القارات التي سكنها الانسان قديما. اما قارات العالم الجديد فهي القارات التي اكتشفها الانسان ايه؟ حديثا. يعني مثلا زي ما اقول مثلا مستر احمد كان عنده شقه قديمه مثلا في شبرا، دلوقتي مثلا عنده شقه جديده مثلا في الحدائق او اي مكان تاني. خلاص يبقى انا عندي قارات عالم قديم الانسان كان ساكن فيها ايه؟ من زمان قديما. اما قارات العالم الجديد فدي القارات اللي الانسان اكتشفها حديثا. حديثا. تعال نشوف مع بعض على الخريطه قارات العالم القديم وقارات العالم الجديد. جميل. هنبدا باول قاره معانا، وطبعا هي اكبر قاره عندي في القارات كلها، وهي قاره اسيا. دي قارة آسيا، أول قارة في قارات العالم القديم. تاني قارة معايا قارة أفريقيا. تالت قارة قارة أوروبا. طب السؤال ممكن يجي لي إزاي في الامتحان؟ السؤال ممكن يجي لي من قارات العالم القديم نقط ونقط ونقط، هقول له آسيا وأفريقيا وأوروبا. دي قارات عالم قديم الإنسان كان عايش فيها من زمان. قديما. أما قارات العالم الجديد فدي أول واحد عندي أمريكا الشمالية. أمريكا الجنوبية. بعد كده في قارة في الجنوب خالص اسمها القارة القطبية الجنوبية. تمام. وأصغر قارة عندي في العالم كله وهي قارة استراليا. تاني. تمام. احنا عندنا قارات عالم اسمها قارات عالم قديم، وقارات تانية اسمها قارات عالم جديد. تمام. اكتشاف قارات العالم بالظبط. قارات العالم القديم وهي اسيا وافريقيا واوروبا. تمام. اما قارات العالم الجديد دول 4 قارات: امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، والقطبيه الجنوبيه اللي ليها اسم تاني اسمها انتركتيكا. والقاره الاخيره اللي هي اصغر قاره في العالم وهي قاره استراليا. تمام. كل قاره من القارات دي احنا عندنا محور درسنا النهارده الكلمتين اللي انا هكتبهم هنا دول يا مستر. الموقع الفلكي
والموقع الجغرافي. تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنبدا همسك كل قاره هتكلم على واحد المساحه بتاعتها، ثاني حاجه الموقع الفلكي، ثالث حاجه الموقع الجغرافي. طيب. بس زي ما عملت هنا في المحيطات وعرفت مين اكبر محيط ومين اصغر محيط، هنا برضو هتكلم على القارات، هقول مين اكبر قاره ومين اصغر قاره. تمام. طيب. اكبر قاره عندي في العالم كله هي قاره اسيا، اللي هي الجزء ده كله يا فندم بالجزر اللي موجوده هنا دي. قاره اسيا مساحتها 44.2 مليون كيلومتر مربع، دي اكبر قاره في العالم كله. تمام. تليها قارة رقم 2، يبقى هنا اسيا دي رقم 1 من حيث الايه؟ المساحة. من حيث المساحة. تاني قارة عندي وهي قارة افريقيا من حيث المساحة، مساحتها 30.3 برضو مليون كيلومتر يا فندم مربع. قارة رقم 3 وهي امريكا الشمالية، مساحتها 24. اوروبا بقى ولا لا؟ اوروبا اصغر في المساحة، احنا قلنا يا فندم اوروبا دي قارات عالم قديم، قارات عالم قديم، لكن انا بتكلم دلوقتي على المساحة. جميل. امريكا الشماليه مساحتها 24.2 برضو مليون كيلومتر مربع. تمام. تليها يبقى دي رقم 3 من حيث المساحه، رقم 4 من حيث المساحه امريكا الجنوبيه. مساحتها يا فندم 17.8 مليون كيلومتر مربع. بعد كده عندي القاره القطبيه الجنوبيه، مساحتها يا فندم 12.3 مليون كيلومتر مربع. تمام. بعد كده قاره اوروبا مساحتها 10.5 مليون كيلومتر مربع. اخر قاره واصغر قاره معايا وهي قاره استراليا، مساحتها 7.8 مليون كيلومتر مربع. طبعا طبعا اللي بيتفرج علينا دلوقتي او بيسمعنا عايز يقول لي هو انا هحفظ كل الارقام دي؟ لا، احنا اتفقنا من اول الحلقه ان كل واحد النسب والارقام والسنوات للاستدلال فقط وليست هدفا للورقه الامتحانيه. يعني من الاخر كده مستر مش هيساله في الامتحان مساحه قاره اسيا قد ايه ولا مساحه قاره، بس ممكن يربط له افكار ببعض. بالظبط. بس ممكن يجيله ازاي يا فندم؟ يساله يقول له ايه اكبر قاره في العالم؟ تمام. يعني دي كده نفس مواصفات الثانويه العامه الجديده. بالظبط يا فندم. قاره اسيا اكبر قاره، واصغر قاره قاره استراليا. طبعا. او بطريقه ثانيه، رتب القارات الاتيه ترتيبا تصاعديا من الصغير للكبير، او تنازليا من الكبير للصغير. اول قاره نقولهم تاني، اسيا اكبر واحده، 2 افريقيا، بعد كده امريكتين، امريكا الشماليه ثم امريكا الجنوبيه. بعد كده وانا عند امريكا الجنوبيه قطبيه جنوبيه، بعد كده اوروبا، واصغر قاره معانا وهي قاره استراليا. يبقى اكبر قاره في العالم قاره اسيا، اصغر قاره في العالم قاره استراليا. ممكن نشوف على المجسم بتاع الكره الارضيه اللي قدام حضرتك ده. اتفضل. هنا دي اكبر قاره. يا ريت المخرج بتاعنا يعمل زوم على خريطه العالم. اوكي. دي اكبر قاره في العالم كله وهي قاره اسيا. تاني قاره في المساحه قاره افريقيا اللي هي الشكل اللي قدامنا ده. بعد كده عندي فوق خالص هنا امريكا الشماليه رقم 3، بعد كده امريكا الجنوبيه رقم 4، وفي قاره تحت خالص هنا احنا مش هنشوفها طبعا عشان المجسم اللي قدامنا ده، اسمها القاره القطبيه الجنوبيه. بعد كده قاره اوروبا، واصغر قاره عندي في العالم خالص وهي قاره استراليا. يبقى احنا كده مستر احمد رتبنا القارات ترتيب تنازلي من اكبر قاره لحد اصغر قاره. جميل. لاخر مره برضو السؤال هيجي لي ازاي في الامتحان، اكبر قاره في العالم هي قاره ايه؟ هقول له هي قاره اسيا. اسيا. طب اصغر قاره في العالم هي قاره مين؟ استراليا. هي قاره استراليا. طب ممكن السؤال يجي لي بطريقه ثانيه. قاره افريقيا اكبر ولا امريكا الشماليه؟ طبعا انا النسب انا قلت مش هحفظها، بس الموضوع سهل بالنسبه لي برضو. انا عندي ادي اسيا اكبر حاجه، افريقيا ده حتى مصر لو انا شفتها بالنظر حتى على الخريطه هتبقى باينه قدامي. تمام. افريقيا حتى لو مفيش خريطه برضو الطالب ذكي جدا والطالب بيقدر يلم المعلومه وبيفهمها كويس قوي. تمام. كده احنا فندم اتكلمنا على قارات العالم، قارات العالم القديم وقارات العالم الحديث. نرجع فندم لمحور درسنا النهارده وهو الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. همسك كل قاره من القارات اللي معايا دي هتكلم فيها على حاجتين، موقع فلكي وموقع جغرافي. تمام. تمام مستر. وفي بعض الملاحظات الموجوده عندي على كل قاره. تاني هنتكلم في كل قاره معانا على الموقع الفلكي والموقع الجغرافي وبعض الملاحظات. تمام. هنسيبنا من الخريطه خالص، هركز بس مع خريطه قاره اسيا. يعني انا ماليش دعوه خالص بباقي الخريطه، انا هعمل زوم كده على خريطه اسيا وهركز معاها هي بس. تمام. دي عند قاره اسيا اللي احنا اتفقنا ان هي اكبر قاره في العالم. هتكلم على الموقع الفلكي بتاعها اولا. زمان واحنا في اولى اعدادي كنا بناخد ان في دائره كده بتقسم العالم الى نصفين شمال وجنوب، اسمها دائره الاستواء. قاره اسيا بتبدا او بتمتد بين دائرتي عرض من 10 جنوبا حتى 81 شمالا. ثانيه واحده، يعني ايه؟ يعني بتبدا من دائره 10
تحت يا فندم اللي هي خط جنوب الاستواء. جنوب دايره الاستواء لحد 81 شمالا. معنى كده ان القاره دي موجوده في الشمال وموجوده فين برضو في الجنوب، بس في الشمال اكيد طبعا اكتر منين من الجنوب. تاني، قاره اسيا تمتد بين دائرتي عرض 10 81، 10 81، وبين خطي طول 26 من هنا فندم لحد 170 غربا، عشان اتفقنا ان دي كره ارضيه فندم، كره ارضيه. تمام. طيب الطالب برضو في دماغه دلوقتي، هو انا هحفظ كل الارقام دي؟ يعني انا مثلا هحفظ ان هي 10 81 26 170؟ لا، احنا اتفقنا ان الارقام النسب للاستدلال فقط وليست هدفا للورقه الايه الامتحانيه. بس ممكن يجي لك سؤال زي كده، قاره اسيا بالكامل تقع في شمال الكره الارضيه؟ لا، ما اسيا شمال وجنوب، يبقى ما ينفعش، يبقى العباره هتكون يا فندم في الوقت ده خاطئه. كده احنا اتكلمنا على اول نقطه معايا يا فندم، وهي الموقع الايه الموقع فلكي. الفلكي. الموقع الفلكي يا مستر، يعني بالظبط القاره دي بتبدا من دايره عرض كام وبتنتهي عند دايره عرض كام. مظبوط. بعد كده الموقع الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي باختصار كده معناه الحدود يا فندم. تمام. كنا بناخد زمان واحنا في ثانيه اعدادي في الترم الاول في الدرس الاول تعريف الموقع الفلكي وتعريف الموقع الجغرافي، هنقولهم تاني علشان هم برضو مقررين علينا السنه دي. يعني ايه موقع فلكي ويعني ايه موقع جغرافي؟ الموقع الفلكي معناه زي ما قلت هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. تاني، الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. تمام. الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني من الاخر كده القاره دي بتبدا من دايره عرض كام وبتنتهي عند دايره عرض كام. اما الموقع الجغرافي فكنا برضو بناخده في ثانيه اعدادي، معناه الموقع بالنسبه لليابس والماء. الموقع بالنسبه لليابس والماء، او موقع المكان بالنسبه للاماكن الاخرى اللي هو يابس وماء، وده تعريف العين السنه. فالاثنين واحد. يعني الطالب عايز يحفظها مثلا يقول ايه هو الموقع بالنسبه لليابس والماء واحد، او عايز يقول التعريف الثاني، الاثنين واحد. هنبدا نتكلم على قاره اسيا، هتكلم على الشمال بتاعها، يعني شمالها من جيرانها من الشمال، زي مثلا مستر احمد لما اقول مثلا مستر احمد شقته مثلا جاره اللي فوق مثلا مس هاله، اللي تحت هنا مثلا مس هناء، هنا جارك مثلا مستر هاني، هنا مستر شريف، ايا كان. تمام. احنا بنتكلم على جيران الايه القاره او حدود القاره. تمام. نبدا بقاره اسيا، شمالها المحيط ده يا فندم اللي هو المحيط القطبي الشمالي. الشمالي. الجنوب بتاعها اللي هو ده المحيط الهندي. الهندي. الشرق بتاعها المحيط الهادي. الغرب بتاعها قاره اوروبا. واحد، اثنين، البحر المتوسط بتاعنا، البحر الابيض المتوسط. طبعا. بعد كده البحر اللي هنا ده البحر الاحمر. ممكن برضو نشوفها بطريقه تانية هنا. الحدود يا فندم زي ما كنا بندرسها زمان، اسيا من الشمال المحيط القطبي الشمالي. الشمال. من الجنوب المحيط الهندي. من الشرق المحيط الهادي. الهادي. الغرب بتاعي ثلاث حاجات. واحد اوروبا. اوروبا، بحر متوسط. اثنين بالظبط كده يا فندم، بحر متوسط. بحر ثلاثة، احمر. بحر احمر. تمام. نقول قارة آسيا تاني كده في أقل من 30 سنة. آسيا شمالا محيط قطبي شمالي، جنوبا المحيط الهندي، شرقا المحيط الهادي، غربا ثلاث حاجات. تمام. أوروبا، بحر متوسط، بحر أحمر. معنى كده إن القارة دي بتطل يا فندم على ثلاث محيطات كبار جدا، والبحر المتوسط والبحر الإيه؟ والبحر الأحمر. طيب إحنا كده اتكلمنا يا فندم على محور درسنا اللي هو إيه؟ الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. بعض الملاحظات اللي هنقولها على قارة آسيا. طبعا إحنا متفقين كده كده إن هي أكبر قارة فين؟ في العالم كله. هشوف قارة آسيا إيه الفاصل اللي بيفصل، إيه الفاصل هنشوف مع بعض على الخريطة، إيه الفاصل اللي بيفصل ما بين قارة آسيا وما بين قارة أوروبا؟ جبال في المكان ده اسمها جبال أورال. طب السؤال هيجي لي إزاي؟ يفصل بين قارة آسيا وقارة أوروبا جبال مهمة جدا هنا اسمها جبال أورال، يبقى دي أول ملحوظة عندي. يفصل بين آسيا وأوروبا جبال أورال. أه بالظبط، تيجي في اختياري صح وغلط أيا كان. الطالب طالما فهم المعلومة كويس جدا ما بيهموش السؤال. تمام. هو أهم حاجة عنده إن هو فاهم المعلومة كويس. يفصل بين اسيا واوروبا جبال اورال. الحاجه الثانيه بيفصل ما بين اسيا وقاره افريقيا البحر اللي هنا ده فندم اللي هو البحر الاحمر. تاني، يفصل بين اسيا وافريقيا البحر الاحمر. طيب اسيا وافريقيا الاثنين بيقتربوا، الاثنين بيقربوا من بعض. تمام. عندنا مضيق مهم جدا في المكان ده فندم اسمه مضيق باب المندب. تمام. وبرده المضيق ده الطلبه هتفتكر كانوا بياخدوه في ثانيه اعدادي في الترم الاول في الدرس الاول.
مضيق بايمن ده، المضيق ده مهم جدا لمصر، مضيق حيوي مهم جدا لمصر. تمام. تاني اسيا بتقرب من افريقيا فين؟ بتقرب عند مضيق باب الايه؟ المندب اللي هو بيقع في جنوب البحر الاحمر. طب اسيا وافريقيا الاثنين متصلين، الاثنين متصلين يعني الاثنين يا فندم لازقين في بعض فين؟ في شبه جزيره سيناء المصريه، الجزء ده يا فندم. علشان كده زمان واحنا صغيرين كان بيجي لنا سؤال بيقول ان مصر دوله افرو اسيويه. يعني ايه مصر دوله افرو اسيويه؟ معظم مساحه مصر موجوده طبعا في قاره مين؟ افريقيا. افريقيا ما عدا عن شبه جزيره سيناء موجوده في قاره ايه؟ في قاره اسيا. يبقى تاني هقول بقى الملاحظات كلها مع بعض مره واحده. تمام. بيفصل بين اسيا واوروبا جبال اورال، بيفصل بين اسيا وافريقيا البحر بتاعنا الأحمر. البحر الاحمر. طيب قاره اسيا مع قاره افريقيا بيقتربوا بيقربوا بس من بعض خلال باب المندب. بالظبط عند مضيق باب المندب. طيب الاثنين متصلين لازقين في بعض فين؟ عند شبه جزيره سيناء المصريه. تمام. بلان قاره اسيا فيها البحر اللي حضرتك شايفه ده، ده اكبر بحر مغلق في العالم اسمه بحر قزوين. تمام. بحر مغلق يعني بحر مغلق، بحر لا يتصل باي محيطات ولا في محيط بيروح له ولا بحر ولا اي حاجه تانية، علشان كده سميناه البحر المغلق. طبعا هو مش عندي تعريف السنه دي، لكن انا لازم اكون فاهم ان البحر المغلق ده بحر لا يتصل باي ايه؟ باي محيطات، وده اكبر بحر مغلق في العالم كله. طب السؤال هيجي لي ازاي؟ تعال نشوف على الخريطه، السؤال ممكن يجي لي مستر بطريقتين. اكبر بحر مغلق في العالم موجود في قاره اسيا، او بطريقه ثانيه ما هو اكبر بحر مغلق في العالم؟ قزوين. هو بحر مين؟ بحر قزوين في الوقت ده. تمام. طيب الحاجه الثانيه عندي هنا جزيره مهمه جدا في المكان ده فندم، اسمها جزيره اليابان. طبعا كلنا عارفين دوله اليابان. والجزيره الثانيه اللي هنا اسمها جزيره الفلبين. تمام. طبعا حضرتك بتقول طب هي دوله وجزيره، وده التعريف الثالث اللي عندنا، وكده يبقى خلصنا التعريفات اللي عندنا النهارده ان شاء الله. ما المقصود بالدول جزريه؟ دول جزريه يعني دوله وجزيره في نفس الوقت. دول دوله جزريه معناها هي الدول التي تتكون من جزيره او اكتر. تاني هي الدول التي تتكون من جزيره او اكتر، او قد تكون جزء من جزيره. يعني في دوله وجزيره في نفس الوقت. طب من الاخر كده السؤال هيجي لي ازاي في الامتحان برضو؟ يعني مش الجزيره اللي هي تحدها المياه من كل الجوانب يعني. ما هي لا ما هي جزيره فندم برضو تحطها المياه من جميع الايه؟ الجوانب. من التعريفات بتاعتها. هي لا دول جزريه مش جزيره. يعني هي دوله وجزيره في نفس الوقت. تمام. ما المقصود بالدول الجزريه؟ اقول له هي دول تتكون من جزيره او اكثر. يعني ممكن تكون جزيره واحده وممكن تكون اكثر من جزر. جزيره. طيب امثله عندي اقول له مثل اليابان والفلبين. مثل اليابان والفلبين. تاني ما المقصود بالدول الجزريه؟ هي الدول التي تتكون من جزيره واحده أو اكثر. مثل ايه؟ مثل اليابان والفلبين. بعد كده في عندي حاجه اسمها شبه جزيره، يعني شبه الايه؟ شبه الجزيره. شبه الجزيره كنا بناخد عارفها زمان واحنا صغيرين ان هي بتحيط بها المياه من ثلاث جهات فقط، لكن الجزيره من ايه يا فندم؟ من كل الجهات. في عندي اثنين اشباه جزر هنشوفهم مع بعض على الخريطه هنا. اول شبه جزيره في المكان ده اسمها شبه الجزيره العربيه. شبه الجزيرة العربية لو طالب تالتة اعدادي يفتكر كده معايا، كان السنة اللي فاتت في الترم الأول في الدرس الأول في التاريخ كان بيدرس شبه الجزيرة العربية اللي اتولد فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شبه الجزيرة التانية اللي موجودة في المكان ده بالتحديد اسمها شبه جزيرة الملايو. شبه جزيرة الملايو. شبه جزيرة الملايو. من الآخر كده أنا عندي اتنين جزر، هي طبعا فيها جزر كتير جدا، لكن أنا بتكلم على المنهج اللي عندي كطالب تالتة إيه؟ تالتة اعدادي. فيها العديد من الجزر زي اليابان والفلبين، وفيها اتنين أشباه جزر زي شبه الجزيره العربيه وشبه جزيره الملايو. كده احنا فندم خلصنا قاره اسيا، ودي كانت اكبر قاره موجوده معانا. هلخص قاره اسيا كلها بالظبط في اقل من دقيقه واحده. تمام. من حيث الموقع الجغرافي فشمالا المحيط القطبي الشمالي، جنوبا المحيط الهندي، شرقا الهادي، وغربا ثلاث حاجات. اوروبا بحر متوسط بحر احمر. من الدول الجزريه في قاره اسيا هقول له اليابان والفلبين. طب يعني ايه دول جزريه؟ مكونه من جزيره او اكثر. بالظبط. بعد كده هنتكلم على اشباه الجزر، فيها اتنين شبه جزيره زي شبه جزيره عربيه، اتنين شبه جزيره الملايو. فيها اكبر بحر داخلي مغلق في العالم كله وهو بحر قزوين. كده احنا فندم خلصنا قاره اسيا. جميل. وطبعا الموقع الفلكي زي ما قلت في اول الحصه خالص ان احنا عندنا او في اول حلقه ان احنا عندنا مش هنحفظ الارقام دي كلها، هي ارقام استدلاليه مش هيسال الطالب عليها في الامتحان. تمام. نتكلم بعد كده على تاني قاره من حيث المساحه، وهي قاره ايه؟ وهي قاره افريقيا. افريقيا طبعا اسهل بكتير جدا من اسيا، احنا كان كل الشغل عندنا كله في اسيا في ان انا اعرف الحاجه اللي كان عندنا اللي هي الموقع الفلكي والموقع الجغرافي، لكن دلوقتي انا خلاص انا عرفت يعني موقع فلكي ويعني موقع جغرافي. بس احنا برضو هنضطر نقولها كل مره علشان الطالب برضو ايه لما بيكرر المعلومه مره واثنين وثلاثه تثبت بالنسبه بتثبت في دماغه بالظبط كده. مظبوط. هنتكلم على قاره افريقيا.
احنا قلنا فين في الاول خالص محور الدرسين عباره عن ايه؟ حاجتين، موقع فلكي، اثنين موقع جغرافي. هشوف قاره افريقيا بتمتد بين دائرتي عرض، بتبدا منين وبتنتهي فين. افريقيا بتمتد بين دائرتي عرض 37 ونص شمالا، او بيقولوا 37 درجه 30 دقيقه الاثنين واحد. ما كنا على 37 ونص، او اقولها 37 درجه 30 دقيقه لحد دائره عرض تحت هنا 34 ونص. تاني، قاره افريقيا بتمتد بين دائره عرض 37 ونص شمالا اللي هي فندم شمال دائره ايه؟ الاستواء. و 34 ونص جنوبا اللي هي جنوب دائره مين؟ الاستواء. معنى كده يا مستر، معنى كده ان افريقيا جزء منها موجود في شمال الكره الارضيه والجزء الثاني موجود في جنوب الكره الارضيه. وتمتد بين خطي طول، بتبدا من هنا فندم خط طول 51 لحد 17 غربا. طب ايه غربا ده؟ اللي هو فندم الخط اللي كنا بناخده زمان اللي هو خط جرينتش. يبقى هي موجوده في الشمال، موجوده في الجنوب، موجوده في الشرق، موجوده فين تاني؟ في الغرب. لاخر مره عشان مش عايز اقول المعلومه دي تاني. اتفضل. النسب، الارقام ارقام استدلاليه مش هيسالك عليها، الهدف منها ان انت تعرف ان القاره دي موجوده في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب. بعد كده هنتكلم على تاني نقطه معانا وهي الموقع الجغرافي. اتفقنا الموقع الجغرافي يا فندم اللي هو الايه؟ الحدود بتاعت الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. قاره افريقيا شمالها بحر مهم جدا هو البحر المتوسط. تمام. اما الشرق بتاعها حاجتين، يعني حدودها من الشرق حاجتين، البحر الاحمر والمحيط الهندي. تاني، شمالا البحر المتوسط، شرقا البحر الاحمر والمحيط الهندي. ومن الغرب محيط مهم جدا وهو المحيط الاطلنطي. طب من الجنوب؟ لا مش هقول من الجنوب، اصل من الجنوب يا فندم هقول التقاء المحيط الهندي مع المحيط الاطلنطي، دي مش علينا. اللي عليا بس الشمال، الشرق، الغرب في قاره افريقيا. يعني ثلاث اتجاهات او الثلاثه دول بس. من الشمال والشرق والغرب. جميل. هلخص قاره افريقيا برضو هرسمها هنا زي ما عملنا قاره اسيا علشان تبقى المعلومه سهله برضو بالنسبه لنا. طبعا ما عندناش جنوب هنا خالص. قارة افريقيا من الشمال قلت البحر المتوسط، الشرق عندي البحر الاحمر والمحيط الهندي، الاحمر والمحيط الهندي. ومن الغرب الغرب المحيط الاطلنطي. دي حدود قارة افريقيا. احنا قلنا بناخد الموقع الفلكي، موقع جغرافي وبعض الملاحظات. ايه الملاحظات اللي موجوده عندي في قارة افريقيا؟ ان عندها هنا جزيره مهمه جدا اسمها جزيره مدغشقر. جزيره مهمه جدا اسمها جزيره مدغشقر، والجزر الصغيره اللي حضرتك شايفها دي جزر اسمها جزر القمر، ودي دولة عربية كنا بناخدها برضو في تانية اعدادي في الترم الاول في الدرس الاول. تمام. يبقى انا عندي السؤال هيجي ازاي؟ من الدول الجزرية في قارة افريقيا هقول له جزيرة مدغشقر وجزر القمر. طب تعال نقارن كده ما بين قارة اسيا وما بين قارة افريقيا. قلنا هنا من شوية ان من الدول الجزرية في قارة اسيا اليابان والفلبين. هنا عندي برضو اثنين، عندي مدغشقر وعندي جزر القمر. ممكن السؤال يجي لي بطريقة تانية، دولة عربية تعتبر دول جزرية، دولة عربية تعتبر دول جزرية، جزر القمر. جزر القمر بالظبط كده يا مستر. تمام. كده احنا اتكلمنا على قارة اسيا واتكلمنا على افريقيا، هنتكلم على قارة اوروبا. احنا الاول هندرس قارات العالم القديم، بعد كده هناخد قارات العالم الايه؟ الجديد. المرة دي مش حيث الايه؟ المساحة. جميل. اوروبا اسهل بكتير. احنا اتفقنا مستر ان احنا في كل قارة بنتكلم على الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. بالنسبه للموقع الفلكي لقاره اوروبا فهي بتبدا من دائره عرض 36 لحد 71 شمالا. قاره اوروبا كلها في شمال الكره الارضيه. احنا اتفقنا ان عندي دي دائره الاستواء، فكل اللي فوق ده بيقول على ايه؟ شمال دائره الاستواء. يبقى هي بتمتد بين دائره عرض 36 شمالا و71 شمالا، 36 شمالا و71 شمالا. وخط طول 66 شرقا 25 غربا، اللي هي جزيره موجوده في المكان ده اسمها جزيره ايسلندا. تمام. تاني، خطي طول 36 71 و 66 25 دائرتي عرض اللي هم 36 71 خطي طول 66 25. لو بصينا كده على قارة اوروبا هتلاقي حضرتك بص شايف عامله ازاي؟ متعرجه، يعني مش مستقيمه زي قارة مين؟ زي قارة افريقيا. طيب هل التعريج دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ تعريج قارة اوروبا
مهمة جدا، دي أدت إلى إنشاء الموانئ الطبيعية. السؤال بيجي إزاي في الامتحان؟ ما النتائج المترتبة على كثرة تعريق سواحل قارة أوروبا؟ إن هي متعرجة. كثرة تعريق سواحل قارة أوروبا ساعدت على إنشاء الموانئ الطبيعية. تمام. طب بما تفسر إنشاء الموانئ الطبيعية العكس؟ ليه عملنا الموانئ الطبيعية؟ بسبب كثرة التعريق. كثرة التعريق ده فندم يعني باختصار كده السفينة بتلاقي مكان تركن فيه، مكان تقف فيه. احنا كده ما قلناش برضو الموقع يا فندم، الموقع الجغرافي بس سهل جدا عليا ان انا استخرجه. اوروبا من الشمال نبص على كده المحيط القطبي الشمالي، من الجنوب البحر المتوسط، والبحر المتوسط ده بيفصل ما بين اوروبا وقاره افريقيا. من الشرق في عندي قاره اسيا، وطبعا احنا قلنا من شويه ان في جبال اسمها جبال اورال تفصل بين اسيا واوروبا. ومن الغرب محيط مهم جدا اسمه محيط الاطلنطي. هنا قارة أوروبا، الشمال بتاعها المحيط القطبي الشمالي، الجنوب بتاعها البحر المتوسط، تمام، الشرق بتاعها قارة آسيا، والغرب بتاعها فندم المحيط الأطلنطي. كده احنا خلصنا قارة أوروبا. بس انا هدي سؤال يعني للطلبة المتفوقين، السؤال بيقول ماذا يحدث اذا كثرت التعريق في قاره افريقيا؟ لو كان افريقيا فيها تعريق كتير بالظبط يا فندم، صح كده، يتم انشاء الموانئ الايه؟ يتم انشاء الموانئ الطبيعيه. جميل. عكس السؤال، ماذا يحدث اذا لم تكن اوروبا متعرجه في السواحل؟ لم يؤدي ذلك او لم يساعد ذلك على انشاء الموانئ الطبيعي. تمام. كده احنا نص معانا بالظبط اربع قارات هنقولهم في وقت اقل من القارات اللي احنا قلناها. نص عن امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا والقاره القطبيه الجنوبيه اللي هي فندم قارات العالم الجديد. هنبدا نتكلم على قاره امريكا الشماليه، نرجع لمحور درسنا اللي هو يا فندم الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. تمام. الموقع الفلكي لقاره امريكا الشماليه احنا ممكن ما نقولوش خالص، ان كده كده هو مش هيجي في الامتحان، بس انا هكتبه على السريع برضه عشان بعض الطلبه. 7.5 و83 ده بالنسبه لدوائر العرض. بعد كده هتكلم على الموقع الجغرافي علشان وقت الحلقه، هنتكلم الموقع الجغرافي شمالا المحيط القطبي الشمالي، الجنوب بتاعها حاجتين يا فندم او الجنوب الشرقي، خليج هنا اسمه خليج المكسيك، وبحر تاني هنا اسمه البحر الكاريبي. يبقى هنا المكسيك، من الجنوب الشرقي المكسيك والبحر الكاريبي، ومن الشرق المحيط الاطلنطي، ومن الغرب المحيط الهادي. ومفيش فيها اي ملاحظات. احنا كده خلصنا قاره امريكا الشماليه. هقولها تاني عشان ما نبقاش احنا خسرناها قوي. قاره امريكا الشماليه حدودها من الشمال المحيط القطبي الشمالي، من الجنوب خليج المكسيك والبحر الكاريبي، ومن الشرق المحيط الاطلنطي، ومن الغرب المحيط الهادي. هي فن بقى بتبدا من هنا من عند دايره عرض 10 هنا، سوري من عند خط طول هنا 10، بتنتهي عند خط طول هنا 168 غربا، علشان الاثنين دول غرب خط يا فندم الاستواء، الخط خط جرينتش. كده مش ناقص معايا غير امريكا الجنوبيه. امريكا الجنوبيه اول حاجه هي بتمتد بين دائره العرض 12 شمالا، شمال دائره الاستواء، و56 جنوبا. 12 شمالا 56 جنوبا، وبين خطي طول 35 و81، الاثنين في الغرب علشان هي غرب يا فندم، غرب خط جرينتش. هقول بقى الموقع الجغرافي بتاعها، يعني الشمال والشرق والغرب. شمالا بحر مهم جدا اسمه البحر الكاريبي. طب ده ممكن يجي لي ازاي؟ ممكن يجي لي يقول لي ايه البحر اللي بيفصل ما بين قاره امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه؟ هقول له البحر الكاريبي. تمام. زي ما عندي البحر المتوسط بيفصل ما بين اوروبا وما بين افريقيا، او البحر الاحمر بيفصل ما بين اسيا وما بين افريقيا. تمام. من الشرق هنا قلت المحيط الاطلنطي، ومن الغرب المحيط الهادي. تمام. قاره امريكا الجنوبيه لو لاحظنا هنلاقي ان هي شبه المثلث المعكوس يا فندم. السؤال هيجي لي ازاي؟ قاره تشبه المثلث. لو قعدت ادور كده واشوف ايه القاره اللي فيهم شبه المثلث، اسيا ما تنفعش ولا افريقيا، هلاقي مين؟ امريكا الجنوبيه. كده احنا اتكلمنا على الموقع الفلكي اللي فيها والموقع الجغرافي. هنتكلم بعد كده على اصغر قاره في العالم وهي قاره استراليا. قاره استراليا احنا اتفقنا بنتكلم على ايه؟ موقع فلكي، اتنين موقع جغرافي. موقع فلكي هي بتبدا من دايره عرض 10 لحد 44 جنوبا، علشان هي فندم موجوده في جنوب دائره ايه؟ الاستواء. تمام. وبين خطي طول 113 لحد 178، واتفقنا ان الارقام مش هيسالنا عليها في الامتحان، بس هيسالني على ان القاره دي موجوده في شرق العالم وفي جنوب العالم. حدودها في بحر هنا في الشمال عندها اسم بحر ارافورا، ومن الجنوب والغرب، الجنوب والغرب الاثنين مع بعض، المحيط الهندي، ومن الشرق المحيط الهادي.
تمام. شمالا بحر أرافورا، جنوبا وغربا الاثنين مع بعض المحيط الهندي، شرقا المحيط الهادي. قاره استراليا يوجد بها العديد من الجزر، يعني فيها جزر كتير جدا، بس المقرر عليا كطالب ثالثه عليا 3 جزر بس. تمام. الجزيره هنا دي اسمها جزيره تسمانيا، والجزيره هنا اللي فوق اسمها نيوزيلندا الشماليه، واللي تحت هنا اسمها نيوزيلندا الجنوبيه. تمام. يبقى فيها 3 جزر. جزر هنا تسمانيا، تسمانيا، نيوزيلندا الشماليه، نيوزيلندا الجنوبيه. ممكن يجي لي مثلا قارن ما بين الجزر الموجوده في اسيا والجزر الموجوده في افريقيا والجزر الموجوده في استراليا. او سؤال ممكن يكون يعني فيه تفكير شويه، دوله جزريه او دول جزريه في قارات العالم الجديد. ايه الدوله الجزريه الموجوده في قارات العالم الجديد؟ هتبقى نيوزيلندا الشماليه او نيوزيلندا الايه الجنوبيه. كده ناقص معانا اخر قاره، وهي القاره القطبيه الجنوبيه، اللي هي لها اسم تاني اسمها انتاركتيكا. القاره دي بقى ولا هنقول فيها موقع فلكي ولا موقع جغرافي ولا اي حاجه خالص. امال القاره دي مالها؟ القاره دي مستر احمد متجمده. يعني ايه متجمده؟ يعني غير ماهوله بالسكان، مفيش حد بيعيش فيها خالص. جليد فقط يعني؟ جليد بس. لكن فيها بعض مراكز البحوث للدول الكبرى. فيها بعض مراكز البحوث للدول الكبرى. متقسمه يا فندم على حوالي 4 دول بالظبط. انجلترا، فرنسا، والولايات المتحده الامريكيه وروسيا. يعني هي متقسمه على 4 دول. انجلترا وفرنسا والولايات المتحده الامريكيه وروسيا. طيب المصالح اللي بيعملوا هناك ايه؟ بيعملوا هناك ابحاث علميه علشان يوصلوا بيها لحاجات جديده موجوده في القاره. يستكشفوها. بيستكشفوها بالظبط كده. يبقى انا عندي القاره القطبيه الجنوبيه قاره متجمده غير ماهوله بالسكان. طب ليه القاره دي متجمده غير ماهوله بالسكان؟ لانها تقع في اقصى جنوب الكره الارضيه. تاني، القاره القطبيه الجنوبيه قاره متجمده غير ماهوله بالسكان. ليه؟ لانها تقع في اقصى جنوب الكره الارضيه. جميل. فيها بعض البحوث لبعض الدول الكبرى اللي هم زي انجلترا، فرنسا، والولايات المتحده الامريكيه وروسيا. تمام. كده احنا يعتبر خلصنا درسنا النهارده. مش ناقص معايا غير حاجه بس كده لازم اقولها، هي الطالب اولى اعدادي والطالب ثالثه اعدادي في نفس الوقت. اتفضل يا باشا. زمان كنا بناخد دوائر العرض الرئيسيه، فكنت بعرف ان دائره العرض الرئيسيه في العالم كله اسمها دائره الاستواء. بعد كده في مدار هنا اسمه مدار السرطان، وهنا الدائره القطبيه الشماليه. تحت دائره الاستواء في عندي هنا مدار الجدي، وهنا الدائره القطبيه الجنوبية. تعال نشوف الحاجات دي على الخريطة، نمشي مع بعض واحدة واحدة كده. تمام. أول دائرة فوق خالص يا فندم اللي هي الدائرة القطبية الشمالية. هل هي بتمر على أول قارة وهي قارة آسيا، 2 قارة أوروبا، 3 قارة أمريكا الشمالية. يبقى السؤال هيجي إزاي؟ الدائرة القطبية الشمالية تمر بكام قارة؟ هقول له 3 قارات. آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. بعد كده في عندي مدار اللي إحنا اتفقنا عليه اسمه مدار السرطان اللي هو بيعدي يا فندم على مصر. مدار السرطان هيمر على 1 قارة آسيا، 2 قارة أفريقيا أو أفريقيا، 3 قارة أمريكا الشمالية. بعد كده دائرة الاستواء اللي عندنا هنا هتمر الجزر دي يا فندم تبع قارة آسيا. الجزر دي تبع قارة آسيا. يبقى أنا عندي دائرة الاستواء موجودة في جنوب قارة آسيا ووسط قارة أفريقيا وشمال أمريكا الجنوبية. يعني بتمر على كام قارة برضو؟ بتمر على 3 قارات. بعد كده آخر واحد معايا مدار الجدي. مدار الجدي بيمر على 3 قارات، قارة استراليا وقارة افريقيا وقارة امريكا الجنوبية. اما الدائرة اللي تحت خالص دي فاسمها الدائرة القطبية الجنوبية، ودي بتمر يا فندم على قارة واحدة بس وهي القارة القطبية الجنوبية. كده احنا خلصنا دوائر العرض الأساسية أو الرئيسية اللي موجودة عندي في منهج ثالثة إعدادي. طيب لو عايزين نلخص الكلام ده كله في 2 3 دقايق، إيه أهم النقاط اللي نركز عليها؟ أهم النقاط اللي احنا هنركز عليها يا فندم، احنا طبعا كطلبة زي ما قلت مش هنركز على خطوط الطول ودوائر العرض. تمام. ولا المساحات. خلاص، ولا النسب، ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. تمام. هركز على الخريطه ان انا اعرف فين موقع المحيط الهادي، فين موقع المحيط الهندي، فين المحيطات، فين القارات. الحاجه الثانيه الدول الجزريه. الدول الجزريه اللي احنا اتفقنا عليها زي اليابان، الفلبين، نيوزيلندا الشماليه، نيوزيلندا الجنوبيه، ومدغشقر، وجزر القمر. تمام. تمام.
وطبعا اكبر بحر مغلق في العالم اللي احنا قلناه خالص في الاول اللي هو بحر قزوين، وطبعا الموقع الفلكي والموقع الجغرافي وتعريف الدول الجزريه. دول الثلاث مصطلحات بس اللي عندي في الدرس الاول. موقع فلكي قلت عليه الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر الايه ودوائر الارض. اما الموقع الجغرافي فهو الموقع بالنسبه لليابس والماء. ثالث تعريف كان معانا كان الدول الجزريه، وهي الدول التي تتكون من جزيره او اكثر. تمام. درس طبعا درس سهل جدا، هو بس محتاج ان انا كطالب بس افتكر كده الخريطه اللي احنا كنا بناخدها زمان في اولى اعدادي. طب لو قلنا مثلا سؤال او سؤالين كده اللي هو ممكن يربط لي الافكار بتاعه الدرس ده بعيدا عن الارقام اللي بتتحفظ. بعيدا عن الارقام ممكن يا فندم يساله على اي محيط من المحيطات دي، مثلا المحيط الهادي يطل على قاره مين؟ واحد قاره اسيا، اثنين قاره استراليا. طب المحيط الهادي بيطل على ايه برضه؟ بيطل على امريكا الشماليه وبيطل على امريكا الجنوبيه، يعني المحيط ده بيطل على كام قاره؟ اربع قارات. تمام. محيط مثلا زي المحيط الاطلنطي برضه بيطل على اربع قارات. زي قاره اوروبا، امريكا الشماليه، وقاره افريقيا، وقاره امريكا الجنوبيه. تمام. اما المحيط الهندي فهو بيطل على ثلاث قارات بس. واحد قاره اسيا، اثنين قاره استراليا، ثلاثه قاره افريقيا. تمام. تمام. لكن بقى الاسئله السهله بتاعت اكبر قاره واصغر قاره واكبر محيط واصغر محيط، دي اسئله بتكون سهله جدا على الطالب. طيب. ما بيكونش فيها اي مشكله. مواصفات الورقه الامتحانيه فيها تغيير عن السنه اللي فاتت ولا زي ما هي؟ لا، لحد دلوقتي حسب تعليمات الوزاره ما فيش اي تغيير في اي في طيب. مواصفات الورقه. ممكن نقول المواصفات كده سريعه على السبوره مثلا كعناوين. تمام. مواصفات الورقه الامتحانيه احنا فندم عندنا الماده بتاعتنا من 20 درجه. تمام. تمام. عندنا سؤالين للجغرافيا وسؤالين للتاريخ. تمام. اول سؤال طبعا بيجي لي طبعا كتالوج ثالث اعدادي، بيجي لي طبعا خريطه، يجيب لي بقى اي خريطه، يجيب لي خريطه العالم دي كلها او يجيب لي اسيا لوحدها، افريقيا، ايا كان بقى. جميل. تمام. بعد كده السؤال الثاني بيكون عباره عن سؤال صح وغلط اختياري بما تفسر، ايا كان بقى السؤال اللي هو هيجيبه. انا كطالب مذاكر المعلومه بتاعتي مش هيهمني السؤال جاي ازاي. جميل. بعد كده التاريخ بيكون عليه حوالي 10 درجات، والجغرافيا بيكون عليها حوالي 10 درجات. وفي بعض السنين كانت بتغير، كان مثلا الجغرافيا بقى عليها 8، ده عليه 12 حسب توزيع وزاره التربيه والتعليم. تمام. احسنت يا استاذ. خلصنا درسنا، وان شاء الله المره الجايه هنشرح درس اول درس من دروس التاريخ باذن الله. اتفضل يا استاذ. احسنت. شكرا. قبل ما نختم الحلقه لو عندك اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك يعني دردش معاهم باستفاضه كده لو في اي فنيات، بحيث دي اول حلقه بالنسبه لهم بحيث لما يتابعونا بعد كده. وطبعا كده كده التليفون بتاع المستر كان طول الوقت على الشاشه، بحيث لو اي حد عنده اي اسئله بعد الحلقه هيتواصل مع المستر. اتفضل يا مستر. حابب لهم ان شاء الله السنه دي باذن الله تكون سنه كويسه جدا على الكل، وربنا ان شاء الله باذن الله يزيل الوباء والبلاء عن مصر باذن الله. واحنا عندنا يعني حاجه كبيره جدا ان انا كطالب ثالثه اعدادي عندي وقت كبير جدا ان انا اذاكر كل المواد اللي عندي. ثانيا انا لسه على النظام القديم اللي بيعتمد على الفهم والحفظ، بيعتمد على الاثنين مع بعض، فالدنيا هتكون سهله بالنسبه لي. وزي ما قلت ان احنا عندنا بالظبط يا فندم 6 دروس جغرافيا و8 دروس تاريخ، والتاريخ ممتع جدا والجغرافيا يعني بتهيألي ما فيش اسهل منها. تمام. وان شاء الله هتبقى سنه كويسه على الكل باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله لكل الطلبه اللي بيتابعونا، وان شاء الله نتمنى نشوف في حلقه قادمه ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق دايما لكل طلابنا الاعزاء، وتابعونا باستمرار. ماشي. شرفتنا بصراحه. ربنا يخليك يا مصر. شكرا. ما يخليك يا مصر. شكرا.